السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد مع سلسلة تفسير الأحلام، وما زلنا بالكلام عن تفسير القطط في المنام. النهاردة هنتكلم عن رؤية القطة بالنسبة للرجل المتزوج. لو أن هناك إنسان متزوج وشاف في المنام عدد كبير من القطط في المنام، دي مشاكل في العمل. مهاجمة القطط فقط بدون أذية مشاكل وضيق في الحال اللي هي المعيشة يعني. أما مهاجمة القطط بالنسبة للرجل المتزوج مع خدش مع عض مع أذية، طلاق زوجته ومع شديد الأسف. إطعام القطط في المنام بالنسبة للرجل المتزوج تفريغ هموم وخلاص من مشاكل. القطط السوداء بالنسبة للرجل المتزوج أعداء، والقطط البيضاء بالنسبة للرجل المتزوج نساء مخادعة مقربة منه. فيه نساء مقربة منه، ومش شرط ان النساء دي تكون ناس تانية، يعني مثلا زمايل في العمل، لا، ده ممكن يكون من اهل بيتك. كون ان فيه قطط بيضاء بالنسبة للرجل المتزوج، حاول تدور في المحيط اللي انت عايش فيه في حد بيخدعك من النساء. وجود القطط في البيت الهادئة وانت مستريح في المنام، ان انت شايف القطط في البيت هادية، هذا استقرار. ولو انت سعيد برؤية القطط في المنام فهذه بشرى تدل على الخير القادم. القطة الجميلة سعادة زوجية. المشاجرة مع القطط بالنسبة للرجل المتزوج خلافات مع الزوجة. بالنسبة للقطط الجميلة الصغيرة الملونة تدل على امرأة أنت تفكر فيها وتريد الزواج منها مع أنك رجل متزوج. يبقى القطة الصغيرة الملونة هناك امرأة أنت تفكر فيها وتريد الارتباط بهذه المرأة. هذا كل ما يخص بالنسبة للرجل المتزوج لرؤية القطة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.